شاء الله بأمر الله هنعمل طاجن المكرونة مع بعض باللحمة المفرومة زي محلات الكشري بالظبط، وأحلى كمان. بص البصلة كده قربت تحمر، هنزل معاها بنص معلقة ثوم مهروس وأقلب تاني. معايا كيسين مكرونة أقلام مش هسلقها، لو سلقتيها مش هتبقى حلوة زي بتاعت المطاعم ولا هتشد معاكي خالص. احنا هنحطها من غير سلق زي المطاعم ما بتعمل بالظبط، بتحطها في قلب الطاجن كده من غير سلق خالص، ماشي؟ اول ما التومة تحمر مع البصل هننزل بقد ايه؟ بكيلو طماطم، على كل كيس مكرونة نص كيلو طماطم، فانا معايا كيسين فهنزل بقد ايه؟ هنزل بكيلو طماطم. دي الصلصة اللي هنحطها على المكرونة من فوق، ماشي؟ اقلب بس لحد ما تحمر كده وهضيف عليها الطماطم واسيبها تتسبك مع بعضها لمدة تلت ساعة. اول ما بنضيف الصلصة على طول بتقعد تلت ساعة بالظبط، فهقلب كده تحمر ونرجع نضيف الصلصة. بص احمرت اهي، هنزل بالطماطم كده نديها بس شطه للخلاط، وهنزل معاها بمكعب مرق الدجاج، مكعب واحد بس بيديها طعم جميل جدا. بصل بودر احط لها في حدود معلقه. احفظي التوابل عشان التوابل اللي هتخلي الطاجن زي بتاع بره بالظبط. نص معلقه ثوم بودر، نص معلقه كمون، معلقه الا ربع كده فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقتين ملح، معلقه الشاي، وهقلبها كده. هسيبها لمده قد ايه؟ تلت ساعه، بس مش على النار الكبيره دي، هنقلها على النار الوسط لمده تلت ساعه عشان نعمل بقى اللحمه المفرومه مع بعض. نيجي للحمه المفرومه بقى بتاعتها. معايا حبه زيت ذره في حدود 3 معالق كده او 4 معالق، على بصلاية كبيرة، بصوا معلش وقفت عشان خاطر الأذان، حطيت البصلاية قلنا بصلاية كبيرة على 4 معالق زيت ذرة أو 3 معالق، نص معلقة ثوم مهروس بنفس الطريقة كده، وهشوح فيها، هديها بس رشة فلفل، هديها رشة فلفل اسود كده عشان تدي للبصلة ريحة حلوة. وهقلب لمدة 5 دقايق بس، بعد كده بننزل باللحمة. 5 دقايق وارجع لكم تاني. هي دبلت خالص معايا كده، هنزل باللحمة. ودي اهم خطوة بقى في اللحمة المفرومة، ان انت تفككيها كده عشان ما تبقاش طالعة كتل في قلب الطاجن، ماشي؟ لازم تكون مفلفلة كده كلها وكل حتة فيها صغننة، تقطعي فيها كده وهي لسه قبل ما تدي اللون البني وهي لسه حمرة كده، تقطعي فيها عشان لما بتدي اللون البني بتكتل. بصي بتكتل المعلقه كده وبتفككيها خالص، فكيتها خالص بقى كده، واول ما تديني اللون البني هنرجع نشوفها مع بعض عشان نضيف لها التوابل بتاعتها. بصوا فككت اهي وادتني اللون البني، هنزل بقى
برشة توابل مشكلة، نزلت برشة بهارات مشكلة، تدي للحمة المفرومة طعم جميل جدا. نص معلقة بصل بودر، نص معلقة ثوم بودر، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة بابريكا، معلقة ملح من بتاعة الشاي. لو ما عندكيش البهارات المشكلة دي يبقى هتحطي بهارات لحمة وهتحطي رشة قرفة، ماشي؟ انما البهارات المشكلة دي فيها كل حاجة، فيها القرفة وفيها بهارات اللحمة، كل حاجة فيها، ماشي؟ هقلبها كده بقى، هي خلاص كده فاضلها بتاع 3 دقايق بالظبط، وهطفي عليها بعد ما بضيف التوابل. 3 دقايق بالظبط بتطفي عليها، 3 دقايق بقى، ونرجع نعمل الطاجن مع بعض عشان نحطه في الفرن. كده اللحمة خلصت معانا والصلصة خلصت معانا. اهم نقطة بقى في الطاجن عشان لما تيجي تفضيه ما يلزقش، تبقى اللحمة لازقة فيه هي والمكرونة، هتحطي حبة زيت كده في قلب ايه الطاجن من تحت بالجناب كلها نفس الطريقة كده. ماشي. اول حاجة بتحطيها بقى اللحمة، طبعا نحط اللحمة من تحت. وبتوزعيها. هي بتفرديها في قلب الطاجن كله بنفس الطريقة كده. بعد كده بننزل بالمكرونة اهي نية من غير ولا سليق ولا اي حاجة خالص، انزل بيها كده. بصوا زودت كمان واحد طاجن عشان هما وسط مش كبار قوي، انما لو هتعملي الطاجن كبير ممكن ياخد معاكي الكيسين على طول، بس دول طاجن وسط مش صغير قوي. هفضي بقى اللحمه كده اللي باقيه بنفس الطريقه كده. حطيت اللحمه كده، هنزل بالمكرونه هنزل بقى. بصوا الصلصه ما شاء الله لونها عامل ازاي، هنزل بيها كده. قضيت الصلصه كلها كده بنفس الطريقه اهو كده. بصوا بقى ده كده الصلصه بتاعته قليله، فهديله نص كوبايه ميه عشان لازم الصلصه تكون بصي مغطيه المكرونه كده اهي، ودي بردك مغطياه. بصوا بنفس الطريقه كده عشان يبقى التسويه بتاعتها مظبوطه. دي بس اللي هديها نص كوبايه ميه. بصوا اهي بقت زي دول بالظبط كده. وانا بجهز الطواجن ببقى فاتحه الفرن على اعلى حاجه فيه، درجه حراره 200، ماشي؟ مولعه الفرن وهعمله دلوقتي بالورق الفويل. بصوا هتاخدي بس على قد الوش كده عشان البخار يستوي معاكي المكرونه على طول، وبتضغطي كده عشان ما تبقاش فيه حاجه مهويه. بص قفلتهم كده اهو، لازم يكونوا متقفلين خالص عشان البخار لما يطلع يسوي المكرونه، ماشي؟ احطهم في الفرن لمده نص ساعه بالظبط. لمده قد ايه؟
نص ساعه ونرجع نقدمه مع بعض ان شاء الله. بصوا ما شاء الله خلص اهو بس لسه سخن. بصوا ما شاء الله جميل جدا اهو اهو اهو، خد بالظبط نص ساعه زي ما قلت لكم. يلا بقى نقلب واحد مع بعض، نقلبه بقى مع بعض ونشوف. تمسكي الطبق كده وتحطي الطاجن بنفس الطريقه، بعد كده سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نرفعه مع بعض. بصوا ما شاء الله جميل جدا وكل حاجه فيه مستويه واللحمه بتاعته مظبوطه، لكن لو سلقتي المكرونه الاول وحطيتيها هتبقى المكرونه مستويه زياده عن اللزوم، لكن كده بصي ما شاء الله، بصي عامله ازاي. بصوا ما شاء الله، بصي المكرونه بتاعته، عايزه اوريكم واحده، بصي عامله ازاي لما بتحطيها بدون سلق، تبقى جميله جدا كانك جايباه من بره واحلى. بصي ما شاء الله ما خدش معانا وقت وعملنا 3 طواجن ما شاء الله. شوفي بتشتريه من بره من عند محلات الكشري عامل كام، هتنشي في قلب البيت واعمليها تطلعيه احلى من محلات 100,000 مره. طريقه النهارده سهله وسريعه، لو عجبتكم طريقه النهارده ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوه الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله.